مبروك. تعمل حسين من الصح. الحمد لله. بنات لبس. الحمد لله. هذا كام شيء. عصام سؤال اللي نجم ندخل به حلقتنا اليوم، هل أنه كي تكون لاعب كبير تاع كرة قدم تنجم تكون مدرب كبير؟ مش بالضرورة، هذا بالتجربة سواء على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي. معناها فما من أكبر الأساطير في التاريخ، معناها بار إكزومبل دييغو مارادونا ما نجحش كمدرب، ما يجيش أي أونترنور. ألا جيريس أيقونة في الكرة الفرنسية كملاعب، يعني الناس كنت تفكر كريم أجي أكيد، عمل حتى تروزيام يعني في وهز كوب دوروب، دومي فينال كوب دو موند، ميم دوبل دومي فينال. دونك إيش قولك فيه كمدرب واليوم كسيليكسيونور للمنتخب الوطني؟ المدرسة الفرنسية بصفة عامة نجحت تاريخية، ممثلة في لومير على الأقل أكبر إنجاز في تاريخ الكرة التونسية. بيالان جيريس كيفاش الفيزيون متاعو والبروجي متاعو مع المنتخب التونسي باش ياخذ الانتريت معانا، ولا عنده الطموح أنه ينجح يعمل كوب دافريك على سلام الرانوش على لقب كوب دي موند في بالماريس كأنترنور. معناه أنت والمونتاليتي بتاعه كيفاش داخل. دونك جيريس تام برو، نتصور أنه داخل البروجي حب ينجح فيه، حب يخلي اسمه، ما توفرتلوش ممكن فرص بشيراني دي سيليكسيون كبار في إفريقيا، مالي غينيا، معناها فما حد ما نجمش يفوتو مع ليكيب ناسيونال متاعنا، ممكن يوصل يلعب على الكان، يوصل كوب دي موند. دونك احنا بالنسبه لي معناها حافز باش ينجح كاريره كمدرب في افريقيا، ونحن باش نحاولوا نلقاو ان دوزيام روجي. ممكن شفنا التيراج وصور بتاع الكاف سفيقس مع الكانال اتوال مع الهلال، كيفاش تشوف حظوظ الزوز انديه التونسيه وحتى في التقدم بهم بعد دومي فينال شكون وفينال كيفاش؟ شوف نبداو من الدومي فينال. علاش هي تعداو؟ لا تعداو الدومي فينال. الدومي فينال فما بشكون السي اس اس بركان، الزمالك، ليتوال. فهمت؟ ليتوال عندها افونتاج كبير هنا كيفاش تتعامل مع الرزنامة على مستوى الخيارات لي زوبجيكتيف. ليتوال كجمعية عريقة وعندها بالماريسها في الافريك، لوبجيكتيف شامبيونز ليغ، لازم تتواجد في الشامبيونز ليغ. لكن انا نشوف ليفيكتيف ونشوف الكالندري، انا نربح كوب الكاف وكوب اراب وما نشاركش العام الجاي في الشامبيونز ليغ. حيني طب في الموضوع هذا بتاع الرياضه باش ما نقدرش نروحي فيما قلت. انا عندي كوب كاف الكالندري معناها تيراج جاب لي روتور ديما في سوس استنى افونتاج تحب ولا تكر باهي. الماتشوات صعاب خاطر الهلال وتنقل السودان، ونعرفوا معنا بالكوكي مدرب تونسي يعرف الاتوال وكورتنا في ظرف جمعة مريخ كوباراب ثم الهلال. ما أنا ديما نتصور أنه بالتجربة بالإفكتيف الاتوال ديما عندك لسندوم بسيكولوجيك على الفرق السودانية، معناها قادرة تربح الاثنين. هل أنه نجم الساحل اليوم قادر باش يقصي زعيمي الكرة السودانية من مسابقتين مختلفتين؟ يقصيهم، عنده الامكانيات، عنده الافيسيل في الافريق. هذا اثبت سابقا النجم الساحلي مع المريخ والهلال جمعيات كبار برش، وعندهم جمعيات غولة وقتها كان جودوين وكذا، وعرفنا كيفاش نربحوه. ثلاثة اربعة محترفين كبار غولة، والكيب متاع السودان اللي ربحتنا وقتها في تصفيات الكان مع روجي، ونتعدي ونسلكوا منهم. الاتوال ديجا عملوا لو تعملوا كانت في نفس المجموعة مع الهلال والمريخ، عادت في ماتش وربحت الماتش الثاني الهلال في السودان بالذات زيت بنتو عمر بوعزة. معناها فما نعرفوا نتصرفوا معاهم. فهمت؟ أنا نتصور ديما ذايا الفافوري متاع البرونوستيكا، لكن الكرة ديما تصير عملية البريمير وطيحت مازمبي. دونك أنا نتصور فما نتمنى أنه فينال للي يكون في سفاقس وفينال الروتور يكون في سوسة. فما فونتاج بالنسبه للليتوال، ممكن علاش نقول لك نركز على بطوله اثنين وسيب داخل، لانه الزمالك معني بالصراع على اللقب المحلي، وبالنسبه للزمالك البطوله الباس افون للسي سي الكاف، دونك هذه فرصه للليتوال فينال. بالنسبه للسي اس اس اشتغل مع فريق محترم فريق كانا،
سي اس اس رجعت بعدك الثلاثة أربع ماتشوات سان فيكتوار، فما شوية فترة دوت فيو البريسيون على ليكيب فيو الكالندريت كل تروا جور ماتش، لكن بعد الجمعية ركحت رجعت الانتصار على المتلوي عطاهم ثقة. بعد انتصار في نيجيريا تقريب دوزيام ايكيب مهم جدا، فهمت وانا قلت اللي باش ينجح اللي عنده افكتيف. السي اس اس كان الماتش في زامبيا سعيد، خاطر الفريق الزامبي هذا رقم عنده 44 ماتش ما خسرش في بلاده، سي ايكيب سوليد كان. اما السي اس اس باش تعمل مع نتيجه معناها ماتش نول ان بارتو 0-0 ويجي في سفاقس ويترشح، بركان صعيبه بركان فيو برشا كونديسيون اللي نعرفوها في الكره الافريقيه، بركان عندهم فريق ورئيس نادي محترم رئيس نادي قوي اللي هو رئيس جامعه ملكيه واللي هو نائب رئيس كاف، دونك فريق قوي. السنه ما هو مؤكد انه عندنا حظوظ باش نرجعوا الكاف لتونس، تبقينا الماتشات تعرف الديربيات صعب برشا، انا نلعب مع كانا خير ما نلعب مع الديربي مع الجيران زي المغرب، تعرف حسيت الديربي ديربي توتي بوسيبل فيه، دونك انا نتصور حظوظنا كبيره في الـ في الـ في الكاف. فما فريق تونسي مينيموم ان شاء الله يكون في الفينال السنه ان شاء الله، اذا مش الاثنين، اذا مش الاثنين متفائل انه ممكن نعاودوا فينال 2008. تحكي على الديربيات والترجي باش يكون في ديربي في ربع النهائي ضد شباب قسنطينه، زعما يلعب بترجي معين ولا ترجي تراوي؟ لا ترجي هو واحد، لا ترجي معين لا ترجي تراوي ولا ترجي عثمان نجار، ترجي هو واحد. وانا ممكن دعوه للجمهور للترجي باش نذكروا لعل الذكرى تنفع المؤمنين، الخطاب تبدل صحيح الثقه والشامبيون دافريق كذا، لكن الكره ما ترحمش، الكره ما تستناش، الكره ما تقدرش، فماش كبير، الكره ما عندهاش كبير، الكره عندها التيرا وعندها 90 دقيقه، نغمه تبدلت في الجمهور وهذا يخوف انه ممكن يوصل ملاعبيه ويصير نوع من الغرور اللي هو خايب برشا. الترجي كبير من الكبار من الكبيريه في الكومبيتيسيون افريكان، معناها تو ولينا نشوف مثلا في بعض لي سيت معناها نسهلوا ونهونوا من الرجاء ولا قسنطينه ولا مازيمبي خطير. وانا نذكر الترجيين انه الترجي شامبيونز ليغ هزا ما كانش فافوري ولا واحد رشحوا عامله. نقطه ثانيه، الترجي كي يدخل ديما في البودا فافوري ما نجحش. الرجاء 99 هارت سوف اوك 2000 مازيمبي 2010 الماس 2012 العين عندك شهر والسد قبلها من 8 سنين، رد بالك واحد يحط سقيف القاع. الملاحظات هذه توصل للجوارات تتاثر، فهمت هذيك بوبليك. ثم كان باش نحكي على الماتشات ساعه ستان ديربي فريق كيما قسنطينه ضرب مازيمبي ب 3-0، فريق ربح في تونس الكلوب، فريق ما خسرش في مصر ضد الاسماعيلي، فريق ما عنده ما يخسر، داخل في الربح خارج في الخساره، كاردو فينال حاجه كبيره، اول مشاركه لي في دور المجموعات. ديربي باش يجي 3-4 ايام بعد رهانات كبيره للترجي. الترجي توا انا نتخيل كايا جيماجين قدام بوابه عنده مفتاح يتحل الباب ولا لا. ماتش 29 بالنسبه لنا السوبر كوب باش يحلك برشا افاق في حاله النجاح ما نتمناه، او لا قدر الله باش يرجع برشا مشاكل. لانه الترجي اليوم عنده المفتاح الصحيح اللي يحل به الباب هذاك. الزوز عندهم المفتاح. الرجاء معناها الرجاء استعادت عناصرها، انا تفرجت فيها 10 ماتشات توا من ديبي جانفي، وانا معناها الرجاء بالنسبه لي انا كتاب مفتوح. الرجاء انس الزنيتي عمر بالطيب نقاع رجع لهم سند الورفلي الليبي مع بنون الشاكير الوردي خذوه سبوار اولمبيك في جانفي، ها سفيان الرحيمي الحدراف الحفيدي وبن حليب، لانه كارترون رجع بن حليب كان يجور، فهمت الحفيدي في 2019 اكثر لاعب في العالم بالارقام، اعطاه اسيست اكثر من ميسي وجماع 10 اسيست السنه. الفريق سجل 83 بونت برونابل في الديفونس، ما في الاتاك ما يرحمش. ديجا اخر دو ماتش معناها 7 على نهضه بركان 7 و4 في الكونغو في كوب دافريك، دونك اكيب قويه
عندها التقاليد. خروجهم الإفريقي والعربي ضد الإتوال يخليهم يعني يلعبوا موسمهم في السوبر دونك باش يكون ماتش صعيب برشا. سي تان ديربي فهمت. تونس والمغرب 10 فينالات في الكاف وما هزوا 5 واحنا ربحنا 5 دونك ماتش 50-50. خسرت التيران تاعك انت ماكش في راس السوبر باش تلعب 10000 منه و10000 منه دونك جواب الماتش صعيب صعيب برشا. وهو ذاك اهم ماتش للترجي التونسي بعد 9 نوفمبر ماتش الاهلي. طبعا عصام بكري اعطيتني النصف النهائي بتاع الكاف، اعطيني نص النهائي بتاع الشامبيونز ليج. ترجي مازيمبي الاهلي تعدى الوداد. الاهلي خطر كالكره المصريه الكل تعرف تتصرف مع فرق افريقيا السمراء كمنتخبات وكأندية. ممكن لافونتاج بالنسبه للترجي في حساب الكوب الباركور انه الاهلي باش يستنزف برشا طاقه برشا يفور سان داونز الوداد والصراع المحلي مع الزمالك اللي عندهم القمه لو 30 مارس. وبالنسبه للكوب دافريك باش يخلي اكيد اصابات ورقات صفراء كذا. خاطر انا نقول لك حاجه، الاهلي السنه كان يوصل فينال صعيب ياسر كان يضيعوها معناها تروازيام دو سويت اللي تحب انت. ممكن نتصور اذا فما نصيب باهي للترجي التونسي انه الاهلي يغادر قبل الختام. وترجي ضد مازيمبي، ترجي مازيمبي باهي الروتور صعيب. سيمبا تنجم طيح مازيمبي، عاملين مازيمبي تحت مع بريمير كانت تعاود الماتش مليون مرة مليون مرة تربح مازيمبي. الماتش مازيمبي راهو ديما تقعد قوية، جمعية ما خسرتش في بلادها من 2009 دونك يقول الرقم هذا يعني باش تاخو بايك في راتس. عصام طبعا نحن مادامنا قعدنا في هذا في البرونوستيك وكل شيء، الناس تستنى في البرونوستيك تاعك في النصف النهائي تاع الشامبيونز ليغ الاوروبي شكون باش يكون فيه؟ باهي الانصاف النهائي اليوفي باش يستفاد من كف الريال باش يعدي اجاكس رغم كيف يلعبوا مرتاحين وريانا بيردر، مي اليوفي بالريمونتادا اللي عملتها ماشي في طريق باهي. مانشستر سيتي ماهيش باش تتفاجئ كيما عملوا من ليفر باش تربح توتنهام، تصور دومي فينال دونك سيتي يوفي. في البارتي الثانيه برشلون على مانشستر، برشلون مع الفورمه نتاع ليو، والثاني باش يكون ليفربول. تصور هكا لي دومي معناها ليفربول برشلون سيتي يوفي. وهل انه كل شيء محلول وقتها ولا فما؟ لا وقتها عاد حديد في حديد، وقتها ينجم ليفربول سيتي، ينجم يكون يوفي برشلون، برشلون سيتي. هي ممكن فيها حسابات نخير مثلا تو تجي تشوف فينال برشلون يوفي عوده الصراع ميسي رونالدو حلو الفينال. برشلون سيتي غوارديولا اللي عمل برشلون وتيكي تاك حلو زاد الفينال معناها الباري نتاع الفينال. اما نتصور انا انه معناها في الدومي سورتو بالحق ضرب نار. في الهدره الجايه يمكن نلقاو الاجابه على السؤال هذا. اكيد ان شاء الله نكونوا خفاف الظل، ان شاء الله نلقاكم بخير، وان شاء الله اسبوع يكون موفق للكره التونسيه على مستوى الانديه والمنتخب اللي ماتش الجزائر مهم جدا على الاقل ناخذوا فكره على طريقه لعب اختيارات جيريس. شكرا عصام. ميرسي.